وإلى غزة، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة هناك أن غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على القطاع أسفرت عن استشهاد امرأة وابنتها. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة تأتي ردا على إطلاق حركة حماس لصاروخين على مدينة عسقلان. يأتي ذلك بينما أعلنت شرطة الاحتلال أن فلسطينية فجرت سيارتها عند حاجز في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابتها وإصابة شرطي. قالت وزارة الخارجية إنه لم ترد إلى السفارة المصرية في تركيا أنباء بوقوع إصابات في انفجاري أنقرة أمس. يأتي ذلك بينما ارتفع عدد ضحايا الاعتداءين الانتحاريين اللذين استهدفا تظاهرة من أجل السلام نظمتها المعارضة القريبة من الأكراد في أنقرة إلى 97 قتيلا على الأقل و247 مصابا. من أجل السلام ومكافحة الإرهاب خرج هؤلاء، ولكن كان حظهم أفضل بكثير من أقران لهم خرجوا أمس. في تظاهرة مشابهة، ولكن يد الإرهاب أسقطت منهم 97 قتيلا وأكثر من 200 جريح، بعدما استهدفت تجمعا نظمته حركات يسارية موالية للأكراد في تركيا بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في قلب العاصمة أنقرة. رشاشات المياه وقنابل الغاز كانت حظ هؤلاء في مدن أنقرة واسطنبول وإزمير وفان، بعدما اندلعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي رفضت استمرار المسيرة من ميدان إلى آخر في تلك المناطق. الحكومة من جانبها أعلنت الحداد 3 أيام على ضحايا التفجيرين الانتحاريين بحسب وصف رئيس وزرائها أحمد داوود أغلو، الذي قرر وقف الدعاية الانتخابية ولم ينهي مؤتمره الصحفي دون أن يوجه أصابع الاتهام لداعش وحزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي الثوري بتنفيذ الهجومين. البعض الآخر يلقي بالمسؤولية على الدولة في الهجمات التي استهدفت مصالح كردية، متهمين أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بالسعي لتأجيج المشاعر القومية قبيل الانتخابات المبكرة المقررة في نوفمبر المقبل. الحكومة سارعت من جانبها واعتبرت دعوة حزب العمال الكردي لوقف عملياته العسكرية ما هي إلا مناورة انتخابية لتعزيز فرص حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو نفسه الذي حرم العدالة والتنمية من الأغلبية في انتخابات يونيو الماضي. مشهد سياسي تركي ملطخ بجثث شبابه، هكذا هو الحال قبيل انتخابات تفصلنا عنها أيام، انتخابات لا يعول عليها الشعب التركي كثيرا في وقف إراقة الدماء على عكس أردوغان وحزبه فتطلعاته أكثر. حلا عبد المقصود، النهار اليوم.